سنة 2022 حاول أكتر من 5000 شاب موريتاني الهجرة غير الشرعية من سواحل نواكشوط إلى أوروبا، وأكتر من 4000 منهم لقوا مصراعهم في البحر. ومع ذلك يتضاعف عدد الشباب الموريتاني المقبل على الهجرة عبر البحر بقوارب بدائية 5 أضعاف كل سنة، ظاهرة خطيرة تهدد الشعب الموريتاني وحياة شبابه. دنيا جديدة جديدة، نجيب أفكار من أصفار وبالإصرار نصنع شيء ما هي بعيدة بعيدة. أمانينا وتلاقينا يعزز فكرة إنك حي تحرك هالمياه الراكدة وتجني من وجودك فايدة وتشعل في ملامح باردة وجهة جديدة ورحلة سعيدة. أتمنى لك يوم جديد في نواكشوط وتحدي جديد. انا كريم السيد وانا اللي هكون مع شباب سفاري الخير في تحدي النهارده، وكالعاده هنبدا من مقر سفاري الخير بموريتانيا. يا الربع يا 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 حلوه هذه يا الربع حلوه. خلاص اتعلمت منكم بقى. ايه جزاك الله خير. نكمل وبعد كده تتكلموا مصري المره الجايه. وحشتنا. الراجل كان عايش في مصر لازم يتكلم مصري. ايه زين بالصح ولا لا؟ صحيح ما شفتش ما شفتش وحش. احنا ننتظر منك وش الحاله ممكن الحين مباشرها، وان شاء الله ربي ييسر ونشوف من الاخوان يستعد يروح. الحاله اللي احنا رايحين لها هي بنت عمر كبيره في العمر وعندها اولاد وبتعول اولاد اخوها المتوفي، فهي بتعول ايتام. متوفى نعم. وعلى فكرة الاسم غريب عندي. اسم مين؟ بنت عمر؟ هي ليس اسمه. أنت في موريتانيا هكذا الأسماء، ولد بي، ولد أبوه، ولد ابن سليمان يسمونها هكذا الأسماء. شوف إذا رحنا ولقينا فرصة نسألهم. نسألها؟ أيوه. وإذا ما سنحت فرصة ما نسألهم عشان ما نحرج. حسب بقى هي صورت ولا صورت. لا نضيع الوقت. من اللي بيروح؟ قم أنا وياك. أنا سوف أذهب لبنت عمر لكي أسأل بنت عمر لماذا اسموك بنت عمر؟ اي لا تنسى توكل على الله. بسم الله. شكلك بتنسى. الله يحفظك يا شباب. يا رب يحفظك. موفقين. ما قلتها تراك. اخلص النية يا شباب، جدد النية. انطلقت انا وابو عبد الله وابو حمد على بيت بنت عمر عشان نتعرف عليها وعلى اسرتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عليكم السلام. عاملين ايه؟ الحمد لله. ما شاء الله، دول اولاد حضرتك؟ اه بن اخويا. ابو الخوه وهذا ابن اخوها وهذا ابن ده ابنها انا ابنها ده ابني ده ابنيها ما شاء الله. ابن عمي من بعد ابن عمي بنات عمك. ابوهم هو اللي ابن عمها. ابوهم ابن عمها. وين ابوهم؟ متوفي. وامهم كمان. هذول هم الايتام. بنت عمر تعول أسرتها بالكامل بمفردها، أبنائها وأحفادها وكمان أبناء ابن عمها وزوجته المتوفين. أنا متكفلة بعشر أشخاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. بنت عمر اللي لمستها فيها شخصية قوية، شخصية محبوبة من أبنائها. حاجة بنت عمر يعني ربنا يلهمها الصبر على اللي هي فيه. وبنت عمر بتعول جميع أفراد أسرتها من خلال مهنة شريفة بسيطة. بنت عمر عندها خيمة بسيطة قدام مصنع بتعمل وبتبيع فيه سندوتشات لعمال المصنع، ومشهورة بسندوتش بودرة السمك، وهو عبارة عن سمك مجفف مطحون وبيضاف عليه بصل وتوابل. بنت عمر عندها مشروع لا يكفي أن يسد حاجة الأسرة، ولكن دخل سندويتش بنت عمر أكيد ما بيسدش حاجة أسرتها، وهي في الآخر شايلة المسؤولية لوحدها تماما. وزوج حضرتك؟ عندي زوج لا يجيب لي جوز. ما شاء الله. ما في لسه شاب. صنوا عارف شاب يترقوز شوفوا لي عايز عريس؟ خلاص تمام اكتب عندك انتاج. أنا كل اللي صدي عشان عريس. اسمك قلتي لنا. ايش اسمك الغالي؟ انا اسمي الحاج. الحاج انتم في بيتكم هذا الان احنا دخلنا البيت وانتم تعرفون احتياجاتكم اكثر من اي احد. يعني ممكن واحد يجي البيت عندكم ويقول يحتاجون كذا يحتاجون كذا، ولكن اللي انا شفته ممكن يكون شيء مش اساسي.
عندكم مشكلة أكبر، قولوا لي وش المشكلة اللي عندكم، وش اللي تحتاجونه أكثر حاجة هنا في منطقتكم، في بيتكم، في عملكم، إيش اللي ممكن تحتاجونه احتياج؟ أكثر شيء بنحتاجه العمل. وظيفة. ما بيشتغلش. ده ما بيشتغلش. كم صار لك ما تشتغل؟ ده أبو أسرة عنده الولد ده. نعم. أنا أبو أسرة لكن ما عنديش أولاد. كم صار لك ما تشتغل؟ من 10 أنا ما اشتغلش بيجي من 2018. 2018؟ أنت تتكلم الآن عن 6 سنوات. طيب وطول هذه الفترة كيف تنفق؟ ما بعملش حاجة، بساعد الوالدة بس، أقوم بشؤوني البيت بس. طب ليه مش شغال؟ مش لاقي شغل. وهي دي واحدة من أهم مشاكل موريتانيا، البطالة وقلة فرص العمل عند الشباب. 30% من أهل موريتانيا بيعانوا من البطالة، و85% من اللي بيشتغلوا وظائف مش دايما. وهي دي أكتر حاجة بتشجع الشباب على الهجرة غير الشرعية لأوروبا، اللي للأسف بيروح فيها معظمهم في البحر. اشتغلت قبل كده مثلا حاجة ووقفت ولا؟ أنا بالأصل ببرمج أجهزة كمبيوتر وبصلح أجهزة كمبيوتر. أنا كنت بنواديبو ولاية ثانية، بس الماما احتاجتني هنا. أنا جيت هنا كان عندي مؤسسة صغيرة بتاعتي، أنا بصلح الأجهزة ببرمج الأجهزة. بعدين الوالد حالته مش صحية مش كويسة، أنا اضطريت إني أجي هنا وسيبت المحل هناك. كان أنا وأخي الأكبر عندنا شاحنة نقل، بروح لمالي بوركينا النيجر بناخد سمك من هنا بنوصله هناك، بس الشحنة خربت. احنا اصلا اخذناها بالدين بالتقسيط، لما هي خربت الدين ما اكتملش والحال كله توقف. في نظرك انت الان، انت الرجل الكبير في البيت والوالده اكيد لها الراي الاول صح؟ نعم. شو اللي تحتاجون؟ والله اجبار بوتشي يعني بوتشي والله شيء بوتشي والله شيء شغل تجاره والله شيء وانا صدام عدل ساندويش. بنت عمر وابنائها نفسهم في مشروع يقدروا يشتغلوا فيه مع بعض، يقدروا منه يتاجروا في الاكل، وبنت عمر تكمل شغلها في تحضير وبيع السندوتشات. انا نبغي نشتغلوا لابنائي، انا نبغي نشتغلوا. وبعد ما تعرفنا على بنت عمر واسرتها كان لازم نرجع لمقر سفير الخير عشان نتشاور مع الشباب في ازاي هنساعد بنت عمر. الله يحييهم. الله يحييك بيك حبيبي. طينا عليكم. كيف الامور؟ الأمور إن شاء الله إنها طيبة. باختصار عائلة عندي ولا عندك؟ عندك. باختصار عائلة كبيرة مو صغيرة، واللي قايمة بهم أمهم. يعني ما حصرناهم بالضبط ولكن عائلة كبيرة، شوي يدش واحد يطلع واحد. هي قايمة بعيالها ويعني عدد كبير من الأسرة، وتشتغل على شيء بسيط يعني يكاد لا يوفي معيشتهم. تشتغل تسوي سندويتشات وتوزعها. البيت يحتاج أمور كثيرة، ولكن قد تكون يعني وفر لهم شيء يدر عليهم المال بمجهود منهم أو من أحد الأسرة يوفر لهم العيشة الكريمة. فكرة كمان إن هي عندها ولدين كبار في السن، شباب يعني، ولكن حاولوا كتير إن هم يشتغلوا. يعني هم مش قاعدين بس، أو ما حاولوا إن هم يشتغلوا. كان واحد فيهم اشتغل عربية سواء، كان بيروح مشاوير ويرجع ويوصل حاجاته كده، والعربيه عطلت منه. فعندهم مشاكل ان هم حاولوا يحلوها ولكن للاسف ما بتتحلش يعني. فمحتاجين ان احنا نعمل لهم حاجه تساعدهم كلهم عشان اولادها ما يلجاوش ان هم مثلا يهاجروا هجره غير شرعيه، يطلعوا من البلد بطريقه منتشر. هذا بعد دي حقيقه غير شرعيه. دي حقيقه. ايش تقترحون الوضع اللي شفتوه يعني؟ الوضع احنا في نفس مجالها. والله احنا طرحنا، انتم الصوره اكتملت عندكم، كلامنا اكتمل. واضح. قولوا لنا انتم. طيب الان الخطوه الجايه مثلا انتو. هي شنو المهاره اللي عندها؟ هل هي تقدر تقعد مثلا في دكان، تقدر تسوي لها مطعم، تعمل سندوتشات هي في مجالها؟ هي الان تسوي سندويتشات. شو اللي ساعدها ان تسوي سندويتشات؟ نوفر المواد الاوليه تكون تحت يدها. جميل. مشروع محل يعني. مشروع محل ممتاز. تمام. ممكن يكون محل ونوفر فيه كل المواد الاوليه اللي تسوي منها سندويتشات وتسوي منها. انت شفنا احنا المواد الاوليه طماط وبصل خضروات اشياء. نعم. بسيطه يعني. وسمك. اوه السمك يحبونه وايد. لاحظت عليهم السمك يموتون في السمك. تخصص ابو عبد الله. ها تخصصك عاد. تخصص السمك. عاد سمك غير عن سمكنا. ترى من فضل الله علينا. الله والله من فضل الله علينا وعلى اللي مقتدر. تخيلوا احنا نفكر نهديهم محل ولا نرتب محل، هذه من ابسط الاشياء اللي الله قدرنا ان احنا نسويها، وهي هذه الترتيب بنفسه، هذه الترتيب بنفسه من اصعب الاشياء بالنسبه لهم. فحمد الله سبحانه وتعالى وشكره على انه احنا باستطاعتنا ان نقدر نسوي ولو شيء بسيط مثل هذا. فتجهيز محل قد يكون حل مناسب وربي يفتح عليهم. استقرار شيخ. استقرار عندكم بزنس كعائله. اشوفكم بكره انا والشباب واحنا بنحقق حلم بنت عمر واسرته.